أهلا بيكم في ذا يلا ران شو. مجموعة الفيديوهات اللي عندنا في يلا ران شو بتتضمن سباقات جيرز، ازاي تجري، معلومات عن الجري، معلومات عن الشرق الأوسط وكوميونيتي الجري في الشرق الأوسط. النهاردة حلقة عن جير ريفيو. كنت في معدي في ميني سو دي ماركة يابانية فتحت في مصر بقالها شوية سنين كده، وانا معدي في المحل لقيت المساج بول دي. معظم الوقت انا بشتري مساج بول من ديكاثلون. المساج بول ده اختراع، المشكلة ان هي بتبقى صغيرة، فلما بشتريها دايما بتضيع مني، ببقى مسافر او باسباق او في حاجة بتضيع مني. لكن انا هوريها لكم النهاردة. بتاعت ميني سول العلبة دي بتيجي مع بعض كده، تيجي تفتحها تلاقي فيها يا سيدي كورتين. دي الكرة الاولانية صغيرة سوفت وفيها شوية بزابيز كده، ماشي، حطها على جنب. والكرة التانية كبيرة خضرة ناسفة خالص، ودي العلبة نرميها. طيب بنعمل بيها ايه مساج بول دي؟ انت بتجري، انت بتتمرن، انت على رجلك على طول، ظهرك بيقفش من الجري، الدنيا حر، تعبت، في ريلاكسنج دايز. مساج بول دي اختراع بقى ليه؟ لان هي بدل ما انت تعمل مساج لنفسك، تعمل مساج لكتفك، تعمل مساج لظهرك، ما تعرفش تعمله، فمساج بول دي بتحطها على الارض وتنام عليها، او تحط عليها السمانة، او تستخدمها بعدة طرق، حطها لكم فيديوهات ورا بعض كده. بتفيد جدا، اختراع. الناشفة دي لو انت عايز مور ستريس، لو عايز حاجة اقل تستخدم الطرية دي، الاماكن الكبيرة دي، الاماكن العضلات الصغيرة لازم تكون عندك وجرب تستخدمها وهتدعي لي على فكرة، مش هتندم جدا. مش ده؟ اعمل سبسكرايب للشانل علشان لو عايز تعرف اكتر معلومات اكتر عن الجيرز بتاعت الجري، ايه المعدات اللي ممكن تستخدمها، وازاي تستريح، ازاي تعمل مساج، ازاي تعمل ريكفري، ازاي تجري براحتك يعني. قشطه.